هذه الصفات في المرشح الرئاسي المحتمل السيد عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي لجمهورية مصر العربية. كانت راعية بلاد السيد المسيح وأكبر جامع الفتاح العليم، وهذه هي المحبة الأخوية. وقد تم القضاء على العشوائيات ببناء مجتمعات جديدة عمرانية، وتوزعت على المواطنين المصريين لحل المشكلات السكانية. حينما استلم الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة مصر، استلم دولة مهلهلة مشتتة ممزقة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتفتقد إلى الأمن والأمان، والحمد لله قدرنا ساق إلينا في هذا الوقت المناسب قبل الانهيار والذهاب في طريق لا عودة. زعيم وقائد وطني مخلص، رجل قوي لا يهاب صلى الله وضميره، وحينما تولى الحكم بعد مطالبات وضغوط شعبية فتح كل الملفات وكان واضحا وصريحا حينما قال انه سوف يعيد بناء الوطن، لكن يكون لكي يكون وطن يليق بشعب مصر. واليوم هذا اللقاء الكبير الذي يضم نخبا سياسيا وحزبيا ودينيا وفكريا وشخصيات عامة، وأظن أن لقاء بهذا الحجم وحجم كما أراه بهذا الشكل كفيل بأن يعلن للكافة أن الأقصر مدينة الحضارة والتاريخ قد حسمت أمرها واتخذت قرارها في ذات الخندق مدافعة ودافعة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح سعيد السيسي. من صعيد مصر أبعث رسالة للسيد المرشح عبد الفتاح السيسي، وأقول له من صعيد مصر اتفقنا أن نختارك رئيسا لجمهورية مصر العربية، ونحن نعلم أنك تحملت أعباء كثيرة، ونحن نتعاهد اليوم من صعيد مصر أن نؤدي، كل منا يؤدي مهمته في موقعه.